هذا المكان، وإن كل دول مدنيين عزل ما لهمش علاقة بأي حاجة من الأحداث الجارية. إسرائيل تعتقد بحالة الاستقواء اللي هي فيها وحالة التوحش اللي هي فيها في هذا التعامل إنها بهذه الطريقة هتقوم بتصفية القضية الفلسطينية. لكن زي ما قلنا هذا الشعب البطل قعد وصمد كل هذه العقود ولن ينهار اليوم، مهما يحدث لن تنجح إسرائيل في تدمير الشعب الفلسطيني اليوم كما لم تنجح من قبل. قلنا قبل كده أن موقف مصر ومنذ اللحظة الأولى عبر عنه الرئيس السيسي أننا ضد التهجير قسري أو طوعي، الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، تدمير المنشآت، مستشفيات، مدارس، جامعات، مباني سكنية، ضرب الأونروا، ضرب الصحفيين، كل ما جرى من جرائم ترى مصر أنه يجب التحقيق مع مجرم الحرب، وأنه لابد من السماح بدخول الإغاثة إلى الشعب الفلسطيني والمساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال الرئيس يجب أن نصل بعد إيقاف مستدام لإطلاق النار، الأهم مش الإيقاف لإطلاق النار فقط، وإنما دولة فلسطينية تكون كاملة العضوية في الأمم المتحدة. كل احتلال إلى زوال، والدولة الفلسطينية قادمة شاء من شاء وأبى من أبى. اتنين الشامتون في تكساس اللي تبعوا الأحداث والخلاف الشديد وربما غير المسبوق بين حاكم ولاية تكساس في الجنوب الأمريكي وبين الرئيس جو بايدن. وبدأ البعض يقول إن الخلاف بين حاكم تكساس وبين الرئيس الأمريكي ممكن يصل بعد الحرب اللي كانت في القرن ال19. الشامتون في تكساس عنوان مقال للكاتب الأستاذ محمد المنشاوي في صحيفة الشروق، بيتكلم فيه وهو زار تكساس قبل كده عن هذه الأزمة، برى أنها أزمة يمكن حلها، لن تؤدي إلى انهيار أمريكا تفكك أمريكا، لكنها أزمة كبيرة. إيه أبعاد الأزمة؟ تكلمنا قبل كده في بعض الأبعاد ونستكمل اليوم. الأزمة إن في مهاجرين غير شرعيين بيجوا من أمريكا الجنوبية يطلعوا في الشمال على أمريكا. المهاجرين دول زادوا بقوا حوالي 10,000 واحد في اليوم، يعني حوالي 3.5 مليون في السنة، وإنه 7 مليون في عهد الرئيس بايدن قدروا يدخلوا أمريكا بطريقة غير شرعية. كله بيجي من أمريكا الجنوبية يصل المكسيك، ومن المكسيك يدخل إلى الولايات الجنوبية الأمريكية. تكساس هي من الولايات الجنوبية ومن أكبر الولايات في أمريكا. تكساس الحاكم بتاعها جمهوري، الرئيس ديمقراطي. فالحاكم خد قرار إن الحرس الوطني بتاع الولاية، كل ولاية في أمريكا لها جيش غير الجيش الأمريكي ككل، لكن الجيش ده مش اسمه جيش لأنه أسلحة خفيفة، بيسمى الحرس الوطني، ويخضع لحاكم الولاية. أمريكا دولة فيدرالية، ففي مؤسسات فيدرالية، البيت الأبيض يحكم أمريكا كلها، الكونجرس لأمريكا كلها، الخارجية أمريكا كلها، البنتاجون أمريكا كلها، لكن في حاجات لكل ولاية، كل ولاية كأنها جمهورية، جواها كونجرس منتخب والحاكم منتخب، وحدودها سياسية مش إدارية ينفعش تتلاعب فيها كأنها حدود دولة، إنما كمان عندها جيش للولاية، هذا الجيش اسمه الحرس الوطني للولاية، أوامره مش من الرئيس، أوامره من حاكم الولاية، لكن الجيش بتاع الولاية ده اللي هو الحرس الوطني التسليح بتاعه خفيف علشان يواجه أي أحداث داخل الولاية أو على حدود الولاية. حاكم تكساس اللي هو من الحزب الجمهوري ومن أنصار ترامب وضد الرئيس بايدن، شاف إن في عهد بايدن ملايين دخلت، 7 مليون في سنتين، فقال أنا بقى هستخدم القوة اللي عندي اللي هو الحرس الوطني بتاع الولاية وامنع بقى المهاجرين دول. يلا يا جماعة حطوا أسلاك شائكة وقفلوا الحدود بتاعت ولاية تكساس مع المكسيك. فالرئيس جو بايدن قال لا، مش من حقك كحاكم ولاية إنك تأمر الحرس الوطني يعمل هذا الكلام، دي سلطات فيدرالية، أنا اللي مسؤول عن الحدود مش أنت، ودي حدود الدولة فأنا اللي مسؤول عنها. وبعت حرس الحدود يتبع الرئيس بايدن لأنه فيدرالي، إنما
الحرس الوطني يتبع حاكم الولاية. فبقى الحرس الوطني اللي هو تبع حاكم الولاية عنده تعليمات ابن أسلاك، حرس الحدود تبع بايدن والفيدراليين اللي موجودين عنده التعليمات قطع الأسلاك الشائكة. يبقى الولاية تحط أسلاك شائكة، الحكومة الأمريكية المركزية أو الحكومة الفيدرالية بمعنى أدق تقطع الأسلاك الشائكة. الولاية تودي حرس وطني يمنع الناس، تيجي الحكومة بايدن يمنع هذا الأمر. طبعا تبرير الرئيس بايدن إيه؟ إن حرس الحدود هو المسؤول والأسلاك دي بتمنع وصولنا لمنع هؤلاء المهاجرين.